نبدأ بعون الله وتوفيقه في حصة جديدة من سورة هود، ومن الآية رقم 1 إلى الآية رقم 14 من نفس السورة، وعلى بركة الله عز وجل مع القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان عرشه على الماء ليبلوكم
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا ليقولن ما يحبسه ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنه إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
نعم. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. هيا من أول الأبيات مع بعضنا البعض. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت محمد المهدى إلى الناس، وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. نعم. فجاهد به حبل العدا متحبلا. نعم. وطالبه المرضي أر مثاله كالرجح عليه منيحا وموئلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمنه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا. نعم. صحيح. ودرجاته يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهديه معينا وروضة، ومن اجله في ذروه العز يجزلا، يناشد في ارضائه لحبيبه واشبر به سهلا. كيف بارك الله فيكم. البعض حافظ والبعض للأسف نشوف فيه ماهوش قاعد حافظ، راهي فرص والإنسان يغتنمها كما اغتنام رمضان. أكرتوا كيفاش تخلى علينا، الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، والموت لا يأتي إلا بغتة، ورمضان لا يأتي إلا بغتة، وكذلك هذه الفرص لا تأتي دوما، فاغتنموها اغتنموها، ما تضيعوا شيء. يلزمكم كل شيء تعطوه أهمية، خاصة ما يتعلق بعلوم القرآن، لأن المولى عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، وهذه العلوم التي نحن بصددها هي من حفظك للقرآن الكريم، فلولا هذه العلوم لا يستطيع الإنسان فهم ولا التمعن ولا التدبر في القرآن الكريم. فهذه العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم هي من حفظك للقرآن الكريم. يغتنم الإنسان خاصة الأمور هذه، يأخذها بجدية، مش مرة يحفظ مرة ما يحفظش مرة كده. فالبعض ما شاء الله، والبعض قاعد يشوف فيه مضيع جملة واحدة. ننتقل للبيت اللي بعده، يقول الناظم: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. مرة ثانية. فيا أيها القاري
نعم. مجلا له في كل حال مبجلا. زيد حتى تحت. يا أيها القائل به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. نعم. قال الناظم رحمه الله عز وجل ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. هكذا نترحم على العلماء، إذا أردت أن تقرأ كتاب أو كذا تقول قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، تدعو له كما دعا الشاطبي للأئمة عندما قال جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. فمن الأدب أن الإنسان يترحم عن العلماء. فالناظم هنا قال فيا أيه، وينادي على قارئ القرآن، يقول فيا أيها القارئ للقرآن الكريم متمسكا، أي متمسكا بقراءته وتدبره وفهمه والعمل به، هذا هو الذي يسمى متمسكا. المتمسك الحفظ ثم لا قالوا القراءة ثم الحفظ ثم التدبر ثم العمل، أربعة أشياء رتبتها القراءة، لأن لولا تيسير المولى عز وجل لك هذا القرآن ما استطعت أن تقرأ منه حرفا واحدا، لذلك قال ولقد يسرنا القرآن للذكر لولا لي. قالوا التيسير هنا هو تيسير القراءة، أن الإنسان يفتح المصحف ويقرأ. القراءة هذه برحمة الله، لولا هذه الرحمة ما استطاع الإنسان أن يتكلم. إحنا أحيانا تأتي أبيات شعرية ولا كذا كلام كله مصعب، صحيح ولا؟ لأنه كلام بشر. أما كلام المولى عز وجل تقرأ ما شاء الله، هذا التيسير من رحمة الله. إحنا تو كبرنا السورة هذه، إيش قلنا؟ قلنا بسم الله، يعني برحمة الله استطعت أن تقرأ مطلع سورة هود. البسملة يقولها في أول كل سورة، يعني برحمة الله استطعنا أن نقرأ القرآن. والمولى عز وجل قال لنبيه ولولا لا وما كنت ترجو، سورة القصص في آخرها، وما كنت ترجو أن يلقى، أن يلقى تلقي المشافهة من جبريل، أن يلقى إليك الكتاب أي القرآن إلا رحمة من ربك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله، من أنت حتى تقرأ القرآن؟ برحمة الله. فهنا قالوا تيسير القراءة لولا، ثانيا قالوا تيسير بعد القراءة ما شوية واحد يقرأ بعدها إيه. الثانية في القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي تيسير الحفظ. الثالث تيسير ماذا؟ التدبر، لازم أفلا يتدبرون القرآن. شوف التدبر ذكره بالقرآن كاملا، أفلا يتدبرون القرآن كاملا. وعندما تكلم عن القراءة بالترتيل قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، أه؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال في مطلع السورة قال أه؟ ورتل القرآن ترتيلا، لأن الترتيل هو الذي يصل بك إلى ماذا؟ إلى التدبر. اللي يقرأ القرآن مثل الجريدة ويزرب لا يفهم المعاني ولا يتدبر ولا حتى شيء، ما يحس حتى بشيء. فهذه القراءة التي هي مرتلة تصل بك إلى التدبر. نعم. قالوا الثانية ماذا؟ الثالثة التدبر. الرابعة ما هو؟ بعد التدبر يأتي العمل، والعمل هذا ميسر من عند الله. كان ربي ما يوفقش أه؟ ما تنجبش، صحيح ولا؟ فهنا الشاطبي عندما قال فيا أيها القارئ به، أي بالقرآن، هذه تعود، هاء الضمير هنا تعود على أقرب مذكور وهو القرآن، به متمسكا. متمسكا فيه شروط، أيوة. بعدها إيش قال؟ قال مجلا له هذا القرآن. المجل أنك تجل الأشياء، يقول لك فلان من إجلاله تعظيم، نعم،
التعظيم والإجلال والعظمة والمكانة والرفعة، هذه كلها معاني أنك تبجل القرآن، أنك تعطيه أهمية، تعطيه أكثر وقتك، مش تصبح حتى تكون من أهل القرآن. ولا إذا كان مشاغلك الدنيوية تقدمها على القرآن، وآخر شيء تخمم فيه، آخر اهتماماتنا هو أن الإنسان القرآن ولا حفظ القرآن، هذا ما يتسمىش متمسكا بالقرآن. لابد أن تكون القرآن هو الهدف الأسمى والأنقى، لأنه هو هذا القرآن كما ذكرنا في الحصة السابقة، مش بش يسيبك، مش بش يخلاها به، لا في الدنيا ولا في القبر ولا عند الصراط ولا في الآخرة ولا حتى عند يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام. مجلا له أي للقرآن في كل حال. كلام أحيانا كلام الشاطبي رحمه الله، قلت لكم كفيف 52 سنة، كفيف واثنين، هذا الصلاح ضم العلماء صح عليهم، أضم هنيئا لهم. نعم، قال مجلا له في كل حال مبجلا، زعم بالله كل واحد فيكم وكل وانا بنفسي نسأل أنفسنا هل نحن من هذا أم لا. هذا السؤال الإنسان يغتنمه في رمضان، إن كان هناك تقصير منه فليغتنمه في رمضان، فرصة رمضان. نعم، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. مش أقدم شوية لأن هذه توا مازالت ما بدأ، هي أبيات في الفضائل. نعم، قال هنيئا، البيت اللي بعده، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. مع بعضكم، زيد بيتين مع بعض. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج. نعم، البيت الثالث حتى هنا، علاش البيت نعطيكم الثالث؟ حتى الإمام عبد الفتاح القاضي عندما رتب الأبيات هناك أبيات اضطر شغلها مع بعضها لأنها لها معنى لاصق ببعضه، يعني في المعنى. شوف أنا عندي في الواحد جعلت ثلاثة أبيات مع بعض. نعم، فنكمل البيت الثالث، ما هي صعبة ما تخافوش. فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، نعم، فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. نعم، ثلاث أبيات. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. نعم، فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا، زيد، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، صحيح، فما ظنكم
هم بالنذر عند جزائه أولئك أهل الله أي قال لك الهنيء هو ما يستطاب من الطعام وهو طعام أهل الجنة أعده الله عز وجل لأهل الجنة جعلنا الله منهم أجمعين إيه نعم إحنا الطعام اللي يأكل الطعام في الدنيا يخرج منه ما هكا ولا لا في الآخرة الطعام يخرج عرقا وهذا العرق أطيب من المسك أه؟ طعام الدنيا ساعات تأكل طعام ما شاء الله تقول لذيذ وما أه؟ لكن هذا الطعام كيفاش نهايته لأنه دنيا دنيا من الدنو أما الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بعض يحسبها حيوان لا لهي البقاء حيوان هنا هي البقاء الذي لا فناء فيه البقاء الذي لا فناء فيه في سورة الدخان قال لا يذوقون فيها الموت ويستحسن الوقف هنا تفصل إلا باستثناء إلا الموتة الأولى بعض الناس يقرأ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ويقف آه جميل لكن لو هناك وقفات تعيننا عن فهم المعنى فأنت عندما تقول لا يذوقون فيها الموت وتقف وتأتي بالاستثناء إلا الموتة الأولى أي في الدنيا ووقاهم عذاب الجحيم هنا حتى السامع يفهم المعنى إيه نعم فهنا قالوا الطعام هو طعام أهل الجنة يخرج عرقا وهذا العرق هو أطيب من المسكين قال هنيئا مريئا المريء احنا احيانا الطعام في الدنيا ياكل الانسان لكن يلقى صعوبه ياكل منه يقول والله معدتي قلقتني والله تقلقت والله عندي ها كذا كذا في الاخره لا طعام ما يستطاب من الطعام والمريء هو الانسان عندما ياكل هذا الطعام يحس حتى بالم ولا باذى لانه طعام اهل الجنه احنا ياكل منه يتقلق منه احيانا كي ياكل اكثر من الدوزه نتاعو يتقلق بعد ماشي جاي هكا ولا اي نعم ردوا بالكم حتى رمضان آه. هنيئا مريئا إيه نعم المريء ياكل ما فيش حتى قلق لانه طعام اهل الجنه زيد قال والداك عليهما قالوا ثواب اهل القران او اصحاب اهل القران ينتفع به صاحب القران اي نعم زيد ما زالت الفاتوره مطوله وسبعين من اهله كلهم قد وجبت لهم النار شفتوا كيف؟ إيه نعم هو والوالدان زيد وسبعين من أهله كلهم قد وجبت هل تصدقون النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم هنيئا مريئا والداك عليهما زيد ملابس أنوار من التاج والحلى ملابس أنوار قال الملابس هنا هي ملابس أعدها الله عز وجل لأهل الجنة قال هذه الملابس وهذا التاج اللي يلبس الوالدان اللي كان عنده ولد ولا بنت تحفظ القرآن الكريم يغبطهم عليهم الأنبياء والصالحون والشهداء وقت اللي راوها اللباس هذا ها يغبطهم عليهم من الأنبياء والصالحون والشهداء ملابس أنوار من التاج والحلى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا أي بالقرآن الكريم لكن الوالدين يلبسهم المولى عز وجل هذه الخيرات يقول الشاطبي في البيت اللي بعده علاش هنا الابيات مربوطين بعضهم لان البيت الثالث له اتصال بما قبله عندما قال ملابس انوار من التاج والحلى قال فما الفاء هنا للتعقيد فما ظنكم بالنجم شكون النجم صاحب القران حافظ القران النجل هو النسل النسل الحسن فخلف من بعدهم خلف وارث خلينا مع وارث على خاطر أضاعوا وذي خلف سيء
القرآن أحيانا يأتي بخلف حسن وأحيانا يأتي بخلف سيء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني أتته المنية، إذ قال لبنيه، هذا الخلف الحسن، إذ قال لبنيه، إحنا يبدأ يجمعهم يقول واسم الدار اللي فوق متاعك أنت، وهك الفلوس اللي في البنكة متاع البنية، كل واحد نعم. هنا سيدنا إبراهيم قدوة حسنة، نعم. أولئك الذين هدى الله، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين، أي الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال فما ظنكم بالنجم عند جزائه، عند جزائه في الآخرة وفي الدنيا أيضا. أولئك أهل الله والصفوة الملا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصته، إن شاء الله ربي يحشرنا معاهم ويجعلنا منهم. نعم، أولئك أهل الله والصفوة الملأ. بالله يسمع الأبيات والفضائل هذه، مازال يقصر مع القرآن الكريم، يحشم على نفسه، ردوا بالكم، راه ميسر كما ذكرنا، فقط شوية وقت وشوية اهتمام، سيأتي الخير بإذن الله عز وجل، لأن المولى عز وجل هو الذي اختص واصطفى هذه الأمة وأنزل عليها هذا القرآن. ما دام اختصك وجعلك من خير أمة أخرجت للناس، فما يجب على الإنسان أنه يغتنم هذه الفرص الطيبة. ما لتوا نمشيوا للقراءة الفردية ونكتفي بهذا القدر. آيس شكون عندنا رقم واحد؟ تفضل بحذانة يا معين السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ألف لام. ألف هكذا. ألف. ألف لام راء. لا برش. راء ما الطبيعي حركتين. ألف لام راء. كما يا موسى. كيا موسى هذيك فيها ست حركات. يا موسى. يا مو. ريتها يا حركتين، مو يا مو أربعة، سا حركة ديما المبنى نأخذه من الكلمة القرآنية أو نوحيها. ألف هكذا. ألف لام راء. راء حروف مد للهواء تنتهي، ما نقولش راء ونختمها بهمزة بقفل الصوت، لا، را بفتح الوتران صوتيان هكذا. را كما تقول مش ما تقفلش الهمزه. الف لام را را را، عندك الوتران الصوتيان يقعدوا مفتوحين هكذا، ما تقولش را ونسكر، لا، را حروف مد كما موسى عليما حكيما، ما قلش عليما حكيما، ما شجعلت في النفس همز، لا، ما ألف لام مرة ثانية. لام راء صح. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. التضعيف الرد بلا مش من لدن، اختفش كده، من لدن، من لدن، نوضح، من لدن حكيم خبير. خبير ترقيق الراء. الخطأ اللي يقع هنا هو عدم ترقيقه، قولوا خبير، هذا ترقيق ولا تفخيم؟ خبير تفخيم، أو همس الراء فيقولون خبير. الراء مهموسة من صفاتها الهمس، من صفاتها ماذا؟ الجهر، من صفاتها أيضا البينية، فنقول خبير، ما نقولش خبيث،
بعض الناس تسمع الهمس في المخ، ما فيش همس في الراء. خبير خبير هكذا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لا هذا تخفيف، خبير خبير خبير. إيه لازمك تخفيف كما سمعت تسمع بعض الحصة في التسجيل تشوف الأخطاء بتاعك وتحسن. إيه نعم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وبشير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. كبير كبير. حل ما غادرش ما يطلقوا الشبكة خلاني بكل. أي نعم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء فخم أنا شيء وهو على كل شيء قدير. قدير قدير. لا مش قدير تخافش منه. قدير قدير. أي مرة نحب نسمع. أيوة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلنون سكن العين جيدا. وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. كيف يعطيك الصحة اللي بعده تخدم على الراء منيح. نعم من ترقيق وتفخيم وبيان. السلام. شيبتني هود وأخواتها. النبي صلى الله عليه وسلم إحنا الشيب وقت يا من الصغيرات يا من القروضات يا من الشيب مين جينا في العرب ما كانش موجود. أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ وهكا ولا قديش كان عمره 40 سنة. مش بيجيش واحد يقول أنا توفي 40 مش نحفظ الدبالي. أول كلمة مش عمره 12 سنة أو 10 سنوات 40 سنة. وبيئة مكة مش حمام الشط. بيئة مكة في جبل تعرف الجبل بيتو جبل تشوفوا تخافوا منه مشيت طول عمرك تنظر الجبل ترى ما هذا. واحد قالوا له اقرأ في 40 سنة فكل بيئة مطارد من قومه. واحد فيلات كالقصر وشهريات ما شاء الله والأبناء قدامه. ها بعد تقول ما حفظتش. أنا ما حفظتش. هو راجل. قالوا له اقرأ. من عادة العرب الشيء هذا ما يبداش إلا في سن متأخر. النبي صلى الله عليه وسلم سورة هود هذه مكية. الفترة المكية باش يكون عمره 44 43 سنة. والشيء بدأ في رأسي عليه الصلاة والسلام. قالوا سيدنا أبو بكر ما رأى الشيء يعني ما شاء الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود لأنها مكية إلا آيتين اثنين. آيتين اثنين نزلتا في المدينة والباقي كله مكي. الآيتين توجهون في آخر السورة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هللولا. والثانية هي توجيهكم زيادة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذوما الاثنين فقط والباقي كله مكي. 44 سنة شيبتني هود وأخواتي. أخواتها ما قالوا الواقعة سورة الواقعة بعد هود. هذوما يوليوا عنا اثنين. زيد المرسلات علاش الصور هذه لأن فيها أهوال يوم القيامة يفهم المعاني يقرأ ويفهم ويتدبر. زيد النبأ عما يتساءلون باش تفهم أنا ما هوش
يعني الشيب هذا أتى من صعوبة الحفظ. المفروض يقول سورة النساء، المائدة، يونس، دي سور صعبة، الأعراف. لا مش يبحث عن السهل الصعب، سأل عن المعاني. شفت عما يتساءل زيد. والتكوين قديش من سورة؟ هذول خمسة صور، خمسة صور. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شيبت هود وأخواته هذه الصور التي ذكرناها. وقت اللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، يشيب ولا ما يشيبش؟ فاستقم كما أمرت. أنت كان يقول لك استقم على هذه الثواب، أي سيدي خذ سورة هود ومطالب بتطبيقها، واستقم على ما جاء فيها من أوامر وما جاء فيها من نواهي. تنجم روحك؟ ما تنجمش، أعطيك تخرج من الجامعة برك. لو بليس مشى على روحك تحلى منه من الليلة هذه. أما شياطين الإنس يتركونها برامج شيء حاضرين وما شاء الله خدمة كبيرة. قل لك اخرج بركة من المسجد. النبي يقول المولى عز وجل فاستقم كما أمرت. علاش مدنية هالآية دي؟ استقم كما أمرت أي استقم على ما جاء لك من ثوابت وأوامر في القرآن الكريم، أنت مطالب بالاستقامة بما جاء بها بحذافرها بدون زيادة ولا نقصان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك من المؤمنين، أي من المفروض كان جاء كلامنا نحن شو يقول هك، ولا تطغى إنه بما تعملون بصير، لكن هو قال ولا تطغوا. هذه تطغوا سميوها علماء واو الجماعة، ما عادش تأتي بصيغة المفرد، وإنما تأتي بصيغة حشاه أن يكون طاغيا، وإنما ولا تطغوا في حق هذه الأمة من عصاة في هذه الأمة، العصاة من هذه الأمة. ولا تطغوا، ولا تطغوا، النبي صلى الله عليه وسلم حشاه أن يكون طاغيا. وهذا قمة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب الذي يأتي به المولى عز وجل في حضرة الحبيب المصطفى. رفع نعم نعم. قول سيدي كيفاش؟ شو السلسة والسبعة؟ خمسة. قلت السبعة نعم، لا خمسة صور فقط نعم. أكمل الآية التي بعدها، وما من دابة في الأرض، وما من دابة. شدد اللي عملته كله صحيح، من التضعيف بتاع الباء ناقص. شدد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها واصل كل في كتاب مبين. واصل. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صحيح. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين شدد يبيح ولا مشيت لا يقول وقت يقولوا لحظة تل يقولوا لا يقولن هذه غنة كاملة. قالوا النون والميم في الغنة أكمل ما تكون إذا كانت مشددة خاصة، بينوا الغنة إطالة الغنة. وأنا هنا فهمت لأن الشيخ إبراهيم الأخضر هو الوحيد تلمثه هو أن تسمع غنة طويلة جدا ثلاث حركات ونص، فهو على شنو قاري؟ قال على الشيخ عبد الفتاح القاضي. أنا سألت حتى الشيخ المظفر قلت له علاش إطالة الغنة؟ قال لعله من إهمال المقرئين لها فصار يطيل في الغنة. فعلا غنة طويلة جدا، وهذا فعلا الغنة اللي جابتها حركة واحدة ناقصة معناها، فالغنة لابد من الإطالة فيها. حتى كي تسمع الكلام بتاعه كل شبه الغنة هكا فعلا تقول اي نعم طول الوقت تمشي ما عادش تسمع غنة. ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لا يقول العاجل لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صحيح بص. ولئن أخرنا نبر في السكون. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كيف؟ بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله كل خير. رقم ثلاثة. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس ألوان من التاج والحلى فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. كنا نحظو باللوح نعطيه للاسم الواحد 200 مرة وكنا نكتبوا ابن عاشر في الفقه، يعني نكتبوا ثمنه معه ثلاثة أبيات من مثل ابن عاشر في الفقه، فيه العقيدة يبدأ بالعقيدة ثم الفقه ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم ما يسمى بالتصوف، التصوف المحمود مش التصوف بتاع القصص والحم والشطحات والأشياء، لا لا. نعم، فعلاش ذكرت هذا؟ كنا كي نقرأ ثمن مرة نبدأ كاتبين الأبيات في اللوحة، فتكون 200 مرة الثمن مع 200 مرة الأبيات ترسخ بإذن الله. ثم بما تحضر كل ما يقرأ الثمن يقرأ معه الأبيات هذول، قديش تعاود تقول 20 مرة 30 مرة أكثر؟ ما شاء الله جميل. إخواننا في ليبيا يعطيهم 1800 مرة، 1800 مرة الثمن، 1800 زعما كلهم صدقين. لا لا لا، على خاطر يولي يرافق القرآن قدامه. اي نعم، كل ما تعطيه يعطيك، كل ما تعطيه يعطيك ويسهل، تبدا تقرا فيه سهل ويسر. فانصحكم كل ما يقرا المثمن تكون معاه الابيات اللي ياخذها من الشاطبيه. نعم اقراي. إلا الذين ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. أرفع صوت. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن. لا مش لا يقولن، كليت المد الطبيعي. لا يقولن، لا يقولن مد. لا يقولن ذهب السيئات عني. عني. عندك الغنة في النون والمد بينهما. لا يقولن ذهب السيئات عني. صحيح. إنه لفرح. كليت المد مد الصلة. إنه لا إنه هكا واو صغيرة مصورة هذا كمد طبيعي. إنه لفرح فخور. امشي. إلا الذين شد اللام. إلا الذين صبروا. وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. كبير فلعلك شد اللام. فلعلك مش فلعلك، فلعلك لا وليت لام مفتوح وهي مضاعف. فلعلك تارك بعض فخم الضاد. ما يوحى
يوحى إليك وزار وضائق به صدرك لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز لولا أن يقول هم الذين قالوا لولا مت أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إيه نعم إنما بين الكسر إنما إنما أنت مدي إنما أنت إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى يقولون أكلت المد أم يقولون يقولون أم يقولون افترى صحيح قل فأتوا بعشر صور 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 مثله مفتريات مفتريات فأتوا قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات مثله مفتريات مثله مثله مد قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا مد الطبيعي ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين واصل فإن لم يستجيبوا لكم مد فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أن لا إله إلا هو وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون شكرا أهم الأخطاء عندك المد الطبيعي أهم شيء زود بالمد الطبيعي بارك الله فيك شكرا نعم فيا أيها الطالب به متمسكا مجلا له في كل حال عطفت معك نعم قول يا من أول السورة ألف لام را لام را هكذا ألف لام را تلك آيات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله صحيح. إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يعطيك الصحة يكفي بارك الله فيك نظرا للوقت بارك الله فيك نعم آية بعد فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج
والحمى أما ظنكم بالنذر عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة المنى وما من دابة بسم الله وما من دابة في الأرض دابة على مخرج الفاء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا رحمة ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ما تنفس على فصل الآية عاود في عقلك ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم رحمة قفي إذا كان ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء لا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور كيف شكرا بارك الله فيك هذا الصح نعم فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال قول صحيح نعم الآية اللي بعدها إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك مش أولى فتح على طول ما إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور قل فأتوا بعشر سور 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 مفتريات وادعوا من استطعتم من دون
من إخفاء الغنة إخفاء النوم عنهم. من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. صحيح. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. شكرا. اللي بعد بعدك صحيح. فيا أيها القارئ متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى وما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم. ألف لأن لا. في يقرأ لكن ليس قراءة ناس قراءة أصمان هاي أنا مش معك قراءات أجمع قراءات وين شكون اللي عنده السحر في فواتح الصور حروف المقطعة لا مش حمص لا خلف ما عندوش الحروف المقطعة عنده في السكت في شيء والأرض الآية من عشر صح قراءة أبو جعفر المدني هو الذي يسكت في فوق يقول ألف لام راء عليش على أصلها على الأصل سموها القراءة على الأصل لأن في حقيقة هذه الحروف أنها مقطعة فيقرأ هذه القراءة على الأصل وليقرأ بالوصل على القاعدة اللي هي موجودة عندنا أين قوله ألف لا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور كيف شكرا يعطيك الصحة اللي بعده يلا نعم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها بين ويعلم مس أنا على حرفين متمثلين كان من بينهم شيء يصير ويعلم مستع عبارة إدغام صار وهكذا ولا
لا نأتي بالضم ويعلم، خاصة هما مضمومين الاثنين، ويعلم مو وهكذا ولا تقول ويعلم، كان أتيت بساكن لا ويعلم مو، هذه الرد بين لنا منها شكون يدغم هنا ويعلم مستقرها قراءة أخرى غير قراءة ثلاثة السوسي عن أبي عمرو. طيب ويعلم مو ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. نفتح عليك ما شاء الله لبنتي، يعطيك الصحة ما شاء الله، طيبة ما شاء الله لك، الصحة ربي يحفظها إن شاء الله ما شاء الله، كله من تيسير الله عز وجل ما شاء الله. الآية التي بعدها إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. زيد شوي المادة الطبيعية الله يبارك فيك، صبروا وعملوا، هذه ردوا بالنا باش ما تصيرش لحظة، خلنا ننبهوا عليها باش ننتبهوها. يعني أنا رأيت بعض الأخطاء اللي يسجلوها لجنة التحكيم، دمج الحروف في بعضها كيف تزيد، دمج شنو هو مثلا قول لك صبروا وعملوا، صارت مدغمة، دمج الشيء في بعضه بعضا، لا، فقط، لذلك القراءة الجيدة هو تفكيك الحروف. فكر كل حرف واحد. إلا الذين صبروا وعملوا، مش كل واحد أخذ حظه وقت يقول صبروا وعملوا كان أدغمت، وهذه ليست قراءة الإدغام، رد بالنا منها، صبروا وعملوا وقس عليها، فهمت؟ أيقولن الله يبارك. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة. لا ما قلش مغفرة، قلقة له مغفرة ساكنة سكنة. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك لعلك تارك بعض ما يوحى إليك يوحى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك
إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. صحيح. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. رقم 10، فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والخلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. بارك الله فيك. مين من أول السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. زيد اللام. ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال أحكمت، هذه معنى جميل جدا، خذوه. ذكره ابن عاشور في التحرير والتلقين، قال ألف لام راء، القرآن نزل مفرقا منجما على فترة 23 سنة موكل الله، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. نزول الليل هذا منين؟ القرآن كله كان في اللوح المحفوظ، كله في اللوح المحفوظ. نزول الليل هو من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، إلى دفعة واحدة. متى؟ متى كان؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، نزول كامل القرآن برمته. هذا الأولان. هنا المعنى نفهمه لما قال ألف لام راء كتاب، أي القرآن، أحكمت آياته، أي نزلت من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، أحكمت آيات ثم فصلت. ثم هنا تأتي للتراخي، لأنه سينزل منجما، لذلك قال وقرآنا فرقناه مفرقا، فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على المكث هنا تعطينا حتى المعنى الأدائي، أداء تجويد الأحكام، وأيضا تعطينا المعنى بتاع أنه ويسألونك عن المحيط، لو نزلت هذه غيرها ويسألونك عن الساعة كذا كذا، في آيات يحتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترات، لو نزلت دفعة واحدة إيش الهدف في الغاية؟ أنا كل مرة مش نسألك سؤال مثلا، أنت لما تجيبي كل شيء ما أداش الوظيفة التي من أجلها نزل. ولذلك أحكمت أي نزلت من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم فصلت أي نزلت في هذه الفترة المكية والمدنية من لدن حكيم خبير. الحكمة قالوا هي وضع الأشياء في موضعها، والخبير هو مطلع على ما يكون سياق هذه الآيات في أزمنتها. الحكمة والخبير، لأنه حكمة أي وضع الأشياء في موضعها، خبير أنه مطلع على ما يليق بهذه الآيات أن تنزل في أزمنتها. نعم.
هذا كل معاني طاهر بن عاشور رحمه الله عز وجل، إمام جليل 40 سنة هو ألف فيه حتى احنا 40 سنة وين مشيت 40 تونسي سيدي راه طاهر بن عاشور. قال واحد من علماء السعودية انتم ما تعرفوش العلماء نتاعك، فعلا احنا في تونس كي تسأل يذكر لك عالم على خاطر تفرج عليه في التلفزة، والعلماء نتاعك لازم يعرفوا حق الكتاب اللي قدامك ما ذاك عالم زيتوني جمع بين العلوم الشرعية وبين الأحكام القضائية، كان قاضيا وكان عالما، ومحلاك يكون القاضي عالم ولبي أحكام الشريعة ما يظلم حد. ها ولذلك علماء أنا ما نعرفهمش، إحنا تو كان حط لكم أنا كتاب بتاع مثلا عالم تعرفوه في التلفزة تو كل واحد مش أما زيتوني ما يتلفتوا حد، عالم تونسي ولا ما يتلفتوا حد. شفت كيفاش تقصير العلماء نتاعنا؟ عندنا علماء ما نعرفوش قيمتهم في جميع العلوم، وكان اعلى سند في العالم كله هو سند الزيتونه اللي ماخذ العالميه في القراءات، معناتها اعلى سند في العالم كله. انت تو برا شوف العلماء نتاعك كلهم دكتور ايمن وغير العلماء المعاصرين يجيو يستنبطوا الاحكام التجويديه مين ياخذوها؟ كلهم ياخذونها من علماء تونس، سيد علي نور السفافرسي ما يخرجوش عليه كله. ياخذوا من ابن يالوشا وغيره من كان يسموه الشاطبي الصغير ابن يالوشا تونسي وغيرهم من العلماء، كلهم ما يخرجوش على علماء تونس، ففضل تونس على العالم الاسلامي مطوق في اعناقهم جميعا. اي نعم. احنا علاش مشينا هكا؟ قلنا هذه ذكرها طاهر بن عاشور هذه المعاني. علاش انا نذكر؟ باش تمشي لي ديريكت. اي نعم. ومن بركة العلم ان تذكر المعلومة اللي خذيتها للعالم الجليل، هذا من بركة العلم. تنسب المعلومات لاصحابها حتى يبارك المولى عز وجل. اقرأي كتابه. ألا تعبد. مش قال لي. ألا تعبد. ألا ألا تعبدوا إلا الله. صحيح. إنني لكم منه نذير وبشير. قالوا نذير وبشير صفتين اثنين، صفة فيها الإنذار، والإنذار عادة ما يأتي الإنذار يقول لك أنا هاني قاعد ننبه فيكم، يقول لك الإنذار يأتي للعذاب، أما التبشير فيأتي بالجنة. ولذلك ثم قريت في مطلع سورة يونس وبشر الذين آمنوا، بشر وبشر الذين آمنوا، تبشير خاص بالمؤمنين، أما الإنذار فهو للكافرين. كل كلمة في القرآن عندها المعنى بتاعها، ما فيش تكرار، كل حرف مش كلمة، كل حرف. امشي سيدي. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. امشي. وأني مش وأيني وأين. وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. صحيح. ويؤتك الذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. كبير. إلى الله مرجعكم وهو على وهو على كل شيء قدير. قدير قدير. ألا إن ألا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. كاف. شكرا يعطيك الصحة. شكون مازال؟ احنا 10 كملناهم، احنا في رمضان. ايوه تفضل. انا نقرا نختم كل نهار سبت، ونحن باش نواصل ان شاء الله سورة هود. انا ما نجمش نتغيب، معناتها 4 أسابيع في ما نعرفش سيدي. انا قبل راني كنت ما نتغيبش، نتغيب ما نحضرش للمراجعه. بحول الله ان شاء الله في رمضان. هات شو نعمل؟
نعم حصة لأخ فاز دي حصة الفكرة شو رأيك؟ باهي تلان الحصة القادمة في إيش جديد؟ حضروا فيها فكرة تاع حزبين ونص ناخذوها كل الفكرة الحصة اللي بعدها ناخذوش جديد ما ناخذوش تكرار وهكذا حتى نكملوا رمضان متفاهمين؟ باهي توكلنا على ربي حصة تاخذينا جديد هكا تقعدوا تحفظوه في عقل مش ما تشيبوش مش تشيبولنا ولا مشاكل مع الرجال اي نعم ومن بعد الحصه اللي بعدها ناخذ فيها التكرار قعدت التوقيت التوقيت هو اللي فيه اشكال لو الاخت تقول انا نهار السبت ما نجمش نحضر نهار لحد الرجال قال احنا اللي نخدموا النساء ما يخدموش لو دي ما تقولوا هالكلام النساء تو هما اللي يخدموا والرجال هما اللي قاعدوا قال لك لا احنا من اللي بدينا نحبوا ديما لحد صعيب المغرب رجال بعد العصر مشي يشوف الصف على الكوش شوف الخبز ما الكوش تمشي على فاهم بعد العصر احنا ما لبينا ما نحن لكن مثلا وقتاش نحطوها؟ نحطوها من 8 نجم تجيب 8 صعب 8 أنا نتعب شوية حتى ما نرقدش ليل كامل، الحق في رمضان والله ما نرقدوا كل كل. نقعدوا فايقين في التراويح تحضر روحك كذا تعمل اللي كتب. صعب معناتها باش يرتاح شوية في الوقت هكا بعد الصبح. الرجال بعد الظهر. قديش من واحد يقرر يخدم يرفع يديه؟ تقريبا خمسة ولا واحد ارفع يديكم خلنا ارفع والباقيين ينزلوا مش لا خلص من واحد من واحد تحكي على نهار السبت ما ثم زاد نهار السبت وقال لك احنا نحبوا نحضروا ومواظبين وكيفاش باهي كيف حطوها نهار لحد التسعه باهي من التسعه يولي مثلا مقسموه ساعه ونص ساعه ونص ما عادش ساعه خاطر الظهر يجينا بكري تولي مثلا من التسعة العشرة ونص ليكم انتوما نساء وبعد ناخذ الرجال حتى نص النهار هكا ولا كذا ما نتفقوش مش باش تتفقوا حطوها نهار لحد نهار لحد من التسعة لعشرة ونص ساعة ونص فقط بحول الله من التسعة عشرة ونص نساء ورجال ياخذون بعد عشرة ونص نص النهار أي مال إن شاء الله سجلوا التوقيت هذا عندكم والحصة القادمة تولي التسعة نتاع الصباح بإذن الله بالنسبة للنساء فاهمين؟